والنجوم مضاوين في السماء، وصوت الموسيقى كيتسمع من بعيد. بقينا كنتمشاو في صمت حتى وصلنا لشي كراسه، وجرني من ايدي وجلس وجلسني على فخده. قرب وجهه من وجهي كيلعب بنيفو مع نيفي، ورشني ورد الهم وغمضت عيني ومشيت معاه. قال لي كان بغيك فيدا بزاف، ما تصوريش شنو كديري فيا وقداش كتاثري فيا. انا تفكرت الهضره اللي صيفط ليا في ميساج، بردت من جهتك، ضرني خاطري وقلبت وجهي. قال لي مالك حبيبي؟ قلت له لا والو. دور وجهي لعندو كيشوف فيا بتعجب. قال فيدا مالكي؟ قلت له واش بالصح كنتي بردتي من جهتي؟ بدا كيضحك وقال خلعتيني، الحمقى هاديك راه غير هضره، واش انا نقدر؟ تحسرت وقلت له وعلاش صيفطتي ليا هذاك الميساج؟ مرضتيني. باسني فني فيه وقال سمحي لي يا حبيبه، ولكن ماشي لخاطري، انتي جرحتيني بزاف، ما كتثقيش فيا وديما كتشكي فيا. عييت معاه، ما خليت ما درت، وانتي والو اللي فراسك فراسك. قلت له خليل فهمني، انا راه ظروفي خايبين. جاوبني وقال انا ديما كنحاول نفهمك ونقدر ظروفك، عارف اللي داز عليك ماشي سهل، ولكن ما تنسيش حتى انا راه دازت عليا، صدمت وتعرضت للخيانه بحالك، انا كنت فقدت المعنى للحياه، وحتى جيتي انتي وغيرتي ليا كلشي، رجعتي ليا الرغبه في الحياه. بغيتك من اول يوم شفتك فيه، ولفتي انتباهي من اول نظره، ومع الوقت شفت تصرفاتك وقوه ايمانك وزاد حبي ليك، ورجعتي اهم حاجه في حياتي، وتزوجت بيك ودرت معاك المستحيل باش تبغيني وتثقي فيا، ولكن بلا فائده، بحال كنت كنخوي الماء في الرمله. انا ما طلبت منك والو، بغيتك غير تثقي فيا، قلت ليك انا بريء وانتي ما عطيتينيش حتى الفرصه نشرح ليك او نبرر ليك. قاطعته وقلت له لا خليل، انا عطيتك فرصه، النهار الاول سولتك بوضوح ايش كنتي كدير عند الطبيب، ما جاوبتينيش. ديك الساعه ما قدرتش نجاوبك حيت اصلا كنت مصدوم كتار منك، وما مطيقش الهضره بصفاء، تحرجت وما عرفت ما نقول ليك. والغد ليه فاش عرفت نتيجه التحليل وتاكدت من الهضره ديالها، ورغم انني تصدمت صدمه العمر، الا انني وفيت بوعدي وجيت عندك نشرح ليك، ولكن انتي هنتيني وما سمعتينيش، وطلبتي الطلاق وجرحتيني بزاف، حقدتيني، جيتي حتى الاخر وبكل بساطه صيفطتي ميساج راني عرفت الحقيقه، يعني الهضره ديالي ما كتسوى عندك والو، يعني ما كتبغينيش، حيت اللي كيبغي كيتيق في حبيبي. كيف ما انا كنت واثق فيك 100%، وما عمري ما شكيت فيك واخا يوقع اللي وقع. سكت شويه واستجمع انفاسه قبل ما يكمل وقال واخا قلت ليك ديك الهضره ما قدرتش ننساه، صوتك ما فارقش خيالي، كان نعس ونفيق على وجهك، كنت غنحماق في بعدك، حتى شفتك البارح في الاجتماع داخله مع خويا وتاكدت انني ما نقدرش نعيش بلا بيك، خفت انني نفقدك والنار شعلت فيا، ما قدرتش نزيد نصبر، وعيطت على الدار وقلت ليهم يجيو يخطبوك ليا في ساعة قبل ما يطيروك مني. ضربته على صدره وقلت له والله لحمق، ما كاينش اللي يقدر يخطفني منك، حيت انت خديتي قلبي معاك وخليتيني جسد بلا روح. شوية وصونا تليفونه، كانت النمرة سلوى، ناري قفرناها. جاوب وكنسمع صوتها بوضوح، خليل فينك؟ قال ليها انا ماجي دابا، وقطع في ساعة. انا سمعت ديك خليل وتفكرت صوت البنت الدلوعه، وقلت له بسخرية ايش يا خليل، فين كنتي داك النهار فاش عيطت ليك؟ كنت كنسمع اصوات الموسيقى وشي وحدة عيطات ليك خليل. اضحك وقال جاتك الغيرة. قلت له بجدية جاوبني شكون هاديك وفين كنتي؟ قال هبيلة، هاديك لالا بنت خالتي عندها 14 عام
وكنا في العرس ديال سلوى. صدمت وقلت له سلوى دارت العرس؟ قال دارته هادي شهر وزيادة، ودابا كتسنى غير الوراق باش تلتحق براجلها. قلت له مزيان مبروك عليها. وناض وقف ووقفني مقابلة معه، وشد وجهي بإيديه وبسني في فمي بوسة طويلة. السيد سخن ما بغاش يطلق مني. بديت كنبعدو عليا وقلت له خليل يلا راك يتسناونا. مشينا لعندهم وتعشينا كاملين وحنا ضاحكين، ووصلت العشرة الليل ورجعنا للدار. طبعا العيالات باتوا عندنا، نعسناهم في الصالة، والراجل صيفط له طيب وخا عيا يلصقني ويدور بيا، كان بغا يبات معايا في بيتي. ما جاتنيش، حشمت من والديا. الغد فقنا بكري، مع السبعة الصباح جا خليل وجا معاه الخبز والكرواسة، وقاد دينا الفطور انا وماما وفطرنا مجموعين، ومشاو في حالهم لمراكش في طوموبيل سلوى. اما خليل بقى في طنجة حيت خاصو يدوز سيمانه في الشركة ديالنا في اطار الاتفاق المسبق بين الشركاء حول تبادل الخبرات. دوزت معاه سيمانه ولا في الاحلام، عشنا الحب النقي الصافي والرومانسيه المطلقه. حسيت براسي بحال شي مراهقه. في النهار كنشوفه في الخدمه وكنتبادلوا النظرات والغمزات، وفي الليل كنمشيو للسينما ولا الكافي او لا غير لاكوت، كنلعبو وكنضحكو وكنتبادلوا القبولات بشوق. كنا كنتسناو غير تفوت هاد السيمانه ديال الخدمه ونسافروا لمصر ودبي ندوزو ليلة الدخلة وشهر عسل تاني، حيت ما خليتوش يقرب مني. كان كيبات فوطيل محل ومعدل، ولكن صابر مسكين. خليل كان باغي يدير لي عرس يعوضني على المرة الأولى اللي ما فرحتش فيها براسي عروسة. ما بغيتش، ما جاتنيش. اختي باقي ما داز على موتها حتى 40 يوم، نوض أنا ندير العرس ونفرح. دازت سيمانة بسرعة البرق، ووصل النهار اللي غنسافروا فيه، ودفعت الاستقالة من العمل حيت غدا نرجع نسكن في مراكش طبعا. ودعت والديا وشدينا الطيارة لدبي. جلسنا في بلايسنا وعنقني حبيبي وتكى راسي على كتفه، وحسيت براحة عجيبة. غمضت عيني ونعست وما غنفيق إلا على قبولاته. قال النعاسة ديالي فيقي قربنا. وصلنا وهبطت بنا الطيارة، نزلنا في مطار دبي الدولي. بعد ما تمينا الإجراءات خرجنا وشدينا تاكسي للوطيل اللي كان خليل ديجا حجز لنا فيه. مشينا طريق طويلة حتى وصلنا لواحد الوطيل فخم. دخلنا ولقيتو موجد ليا حفلة صغيرة في المطعم، طرطة وشموع، موسيقى رومانسية وإضاءة خافتة، وجبد بواطة على شكل وردة حمراء وجلس على ركابي وفتحها، كانت خاتم ألماس. قال حبيبة قبلي مني هاد الهدية كعربون على حبي وشوقي ليك، وكان وعدك نعيشك أسعد وحدة في العالم ونعوضك على جاع العذاب اللي داز علينا. قلت له حبيبي حتى أنا كنشكر الله ليل ونهار حيت عطاني أغلى حبيب وأحسن راجل في الدنيا، أنت أغلى هدية وأحلى حاجة في حياتي. وركب لي الخاتم. قال لي حبيبة قبلي مني هاد الهدية كعربون عن حبي وشوقي ليك، وكان وعدك غنعيشك أحسن وحدة في الدنيا ونعوضك على جاع العذاب اللي داز علينا. قلت له حبيبي حتى أنا كنشكر الله ليل ونهار حيت عطاني أغلى حبيب وأحسن راجل في الدنيا، أنت أغلى هدية وأحلى حاجة في حياتي. وركب لي الخاتم، حيت الخاتم الأول خليته في مراكش ما عرفت شوش في نمشى. عنقني عناق حار وباسني بوسة مفعمة بالحب والولا، دوباتني وروناتني وما حسيت بيه حتى هزني وطلع بيا لبيتنا اللي كان مفرش كله بالورد الأحمر والنفاخات مكتوبين باسمياتنا. وبعد ما دوشنا وصلينا أنا وياه وطلبنا الله يسخر لينا ويبعد علينا المشاكل، دوزنا أحلى ليلة في حياتنا. والصباح قال لي يا صباح الخير حبيبة فين تبغي تفطري؟ قلت له ما نعرف. قال عرفتي خلينا نفطره غير هنا.
وداك الشي اللي كان دوزنا داك النهار في البيت. داز غير في الماتشات وفي الدوش، ما طلق مني حتى سخسخني. دوزنا جوج سيمانات في دبي ودازت من أفضل الأيام في حياتي. درنا وتسارينا ما خلينا حتى بلاصة ما مشينا لها، ومن بعد مشينا أسبوع لمصر. حتى هو داز من أفضل ما يكون. احتاج اليوم الموعود اللي غنرجع فيه المغرب، وغدا تقلب فيه حياتي من جديد. جمعنا حوايجنا وشدينا الطيارة مع 10 الصباح. فايقة مخصة ما عرفتش مالي، شداني الدوخة وخاطري مروع. ما وصلنا للمغرب حتى كنت غدا نسخف، وخا ما فاطراش ما كانش عندي منين يدوس. واخيرا وبعد طول انتظار وصلنا. غير حطاتنا الطيارة وناض خليل وقف بكل حيوية ومد لي ايده، ونط وقفت معاه وانا عيانة وما قداش. حاوطني بدراعه واتجهنا نحو المخرج. اتحل الباب وضرب فيا الهواء البارد ورجعت فيا الروح. بديت كنفيق شوية بشوية وتنطرت منه ونزلت في الدروج كنجري وكنستنشق الهواء العليل. مشى خليل جاب حوايجنا، جوج باليزات قدهم قداش عامرين غير بالكادوات. قلت له خليل فيا الجوع، وهو يقول ها على سلامتك. قلت له الله يسلمك ديني ناكل. وجلسنا في مطعم في المطار، طلبنا كل ما لذ وطاب. كان ناكل بحال ليلة عمري ما شفت الماكلة. خليل بغى غير حال فمه، وسالينا ومشينا ديريكت لدارنا في مراكش. لقيت حبيبي موجد ليا أفضل مفاجأة، شرا فيلا قريبة لدارهم وفرشها بأرقى وأفخر الأثاث. قال لك ديك الدار ما بقاتش تصلح لينا. غير وصلت وطلعت لبيتي ونعست، ما فقت إلا على صوت التليفون. كانت عجوزتي كيعرضوا علينا العشاء. ما كان فيا ما يمشي، كنحس براسي عيانة ومدقدقة، ولكن ما لقيت ما ندير. ما جاتش نردها بوجههم، وهما زعما مكبرين بينا. فيقت خليل اللي كان ناعس حدايا ما جايب للدنيا خبار. دوشنا ولبست غوب خفيف في الرمادي مع فولار حتى هو في الرمادي. كان الجو سخون. خليل لبس شورت في الباج مع تريكو في الخضر جاه كيحمق، ومشينا لدار العائلة. رحبوا بينا ودوزنا نهار غزال. الحاجة اللي لفتت انتباهي هي غياب عم خليل ومراته. والدين جواد بغيت نسول عليهم ولكن حشمت. واحد اللحظة كنا أنا وسلوى في الجردة جالسين، كتعود لي على راجلها وقصة حبهم الأسطوري، وأنا نزعم وسولتها. قلت لها فين مشى عمك ومراته؟ قالت سلوى مورا ما دخل جواد الحبس جدة سخطات عليه وبقى فيهم الحال وخرجوا من الدار. قلت لها بصح إذا مشاو عند سيهام. قالت ها اش من سيهام، هاديك نكرت الخير بحالها بحال اختها. مورا ما كتب ليها جواد كاع املاكو طلقات منه غيابيا وتزوجات بواحد البرهوش، ودابا راها حامله. شهقت من الصدمه وقلت لها مسكين. قالت سلوى بقى فيك، انا بعدا عجباتني فيه يستاهل. قلت لها حقا وبشحال حكموا عليه؟ قالت 5 سنين هو والشريك ديالو. قلت لها سليم؟ قالت اللي كان خدام معاكم في الشركة. وقاطعتنا جداتها كتعيط لينا نمشي ونتعشى، ومع الدخلة للصالة ضرباتني ريحة الماكلة وطلعت معايا التقية. ما عرفت كاع مالي هذا النهار. كانت الطبلة عامرة بكل ما لذ وطاب من الأكل المغربي. جلسنا وبديت كنبسس على راسي الماكلة، والترويعة غير ما كتزيد. عييت نحبسها ولكن ما قدرتش نقاوم، ومشيت للطواليت ورجعت كل شيء. هاد ارتاحيت، نفس الأعراض وقعوا لي ديك المرة. يكون زعما داك الهرمون رجعت خربق ليا، خصوصا أن العادة الشهرية تخربقات من جديد ومع طلع ليا بكتار من سيمانة. غسلت وجهي ورجعت جلست معاهم وحاولت ما نبين والو، وعقلي كيدي ويجيب. سالينا العشاء ورجعنا لدارنا.
خليل شافني عيانة وهزني وطلعني لبيتي، حطني على الناموسية وطحت كوما. نعست بحوايجي. في الصباح فقت ما لقيتش خليل حدايا، لقيته حاط لي ورقة حدا راسي كاتب فيها حبيبة أنا في الخدمة. نضت وبدلت حوايجي وبغيت نمشي نتوضا باش نصلي، وشدتني الدوخة وطلعت معايا الترويعة من جديد. دخلت للدوش وكنحاول نتقيا ووالو، كرشي خاوية. صافي تنويت وقررت ندير التيست واللي بغى يكون يكون. مشيت كنجري للفارماسي وجبت ديك التخربيقة ودخلت للدوش. درت التيست وقلبي كيضرب من قوة الخلعة ورجلي فشلاني، وطلعت النتيجة. صدمت واتخرست. لا لا ما يمكنش، أكيد كاين شي غلط. وعاودت واحد آخر ونفس النتيجة. طلعوا لي جوج شراطي يعني بوزيتيف، يعني أنا حاملة. حاملة. ومن قوة الفرحة بديت كنبكي ونضحك ونقز بحال شي حمقى، وكنردد أنا حاملة غير بوحدي. أول حاجة درتها توضيت وصليت وشكرت الله وحمدته، وعيدت على ماما فرحتها وبكيتها. ومن بعد بديت نفكر في شي طريقة نقولها بها الخالي. قررت ندير ليه مفاجأة ووجدت الكوتي ولبست غوب مثيرة. درت ماكياج هادئ ودرت أجواء رومانسية ووجدت ليه كادو. دخل حبيبي مع السبعة العشية واستقبلته في الباب، حنقته وبسته بحرارة. السيد تصدم من حالتي وحالة الدار، ما فهم والو مسكين. وبعد ما طلع البيت ودوش وبدل حوايجو ورجع نزل عندي كلينا وضحكنا. ومن بعد جلسنا كنتفرجوا في فيلم. كنا جالسين على الفوتيه متكي على راسي على كتفه وهو محاوطني بدراعه، وجبت بواطه صغيره في الحمر على شكل قلب وبديتها ليه. قلت له حبيبي انت ديما مغرقني في الهدايا، كنتمنى تقبل مني هاد الهديه البسيطه. شدها مني وهو متفاجئ، قال شنو هاد الشي؟ قلت له حلها وشوف. حلها ولقاها خاويه فيها غير ورقه مكتوب فيها حبيبي كنهديك احلى واغلى هديه، ولكن ما غتقدر تسلمها حتى تفوت 9 شهور. مبقاش حاله وهو مستغرب قبل ما يستوعب ويفهم، وشاف فيا وعينيه عمرو بالدموع كيستفسر وكيترجى يكون شكو في محله. شديت ايديه وحطيتها على كرشي وقلت له الهديه راها هنا. ما قدرش مازال يتحكم في راسه وانفجر بالبكاء وتلاحى عليا وعنقني. كيبكي وكيشهق بحال شي دري صغير وهو كيردد الحمد لله. عمري شفته في هذيك الحاله، ما كانش كيحساب ليا غيتاثر وغادي يفرح كاع هكا. مسكين كان صابر معايا، حنقته بقوه وبقينا كنضحكوا ونبكيو الحماق وصافي. وخليل ولا مفششني فوق القياس، ما بقيتش كنتحرك من بلاصتي. ما قلناهاش لدارهم، فضلنا اننا نتكتموا على الامر حتى نديروا الراديو ديال الطبيب ونتاكدوا. ودازت سيمانه ومشينا للطبيب واكد لينا الخبر، انا حامله في 5 سيمانات. مورا ما تاكدنا نشرنا الخبر، كل شي فرحان لينا وخصوصا جداتو بغات تطير بالفرحه. ودازت 9 شهور على الحمل بحلوها ومرها، وجا النهار الموعود. ما وصلني خالي للكلينيك حتى كنت غنموت بالحريق. مسكين ما خليت ما درت فيه، بردت فيه كاع جنوني. واخيرا جا ولي العهد سي اياد الفلالي اللي كان نسخه مصغره على باباه. جا خليل الصغير نور حياتنا، كان هو ضو عينين باباه، كان هو اللي كيهتم بيه وكيبدل ليه ويسهر معاه كتر مني انا. الصراحة كان مهنيني وحياتنا كلها سعادة. ولدنا كيكبر قدامنا وسط عائلته اللي كيبغيوه ويموتوا عليه. ما نكرش انه كتصادفنا شي مشاكل بحال كاع الناس، ولكن كنجاوزوها بكل حب وود وعاطفة. ودازت 2 عامين وتزادوا عندنا توام بنات. نهار عرفت راسي عندي توام بكيت وتأثرت، تفكرت اختي صفاء والمعاناة ديالها، وسميت بناتي لارا ويارا، وقررت أن ربيهم أحسن تربية
وحاولنا أنا وباباهم ما نفرقوش بيناتهم ونتعاملوا معاهم بكل حب وود وداكشي اللي كان. وولادنا كيكبروا قدام عينينا في جو كيملؤوا الحب والحنان، وخصوصا العدل والمساواة. وهذه هي النهاية ديال قصتنا، وكنتمنى تكون عجبتكم الغزالات، وكنتمنى ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم الزوينة. وشكرا لكم بزاف، وشكرا على الدعم ديالكم، ودعمكم هو اللي كيخلينا نستمر، وما تصوروش شحال كنفرح بتعاليقكم. وشكرا لكم بزاف، وإلى اللقاء في قصة أخرى.